ومبسوطين جدا يعني الشعب اتبسط وفرح بالبطوله دي، واحنا انبسطنا جدا بسببكم يعني، وان شاء الله ما تكونش ولا اول ولا اخر بطوله باذن الله. احنا من ماتش المجر قبل الماتش الكابتن حتى قعد يتكلم معانا شويه وقال لنا ان الماتش ده لو كسبتوه هتلعبوا ان شاء الله فاينل، وهو ده فعلا الماتش اللي حسسنا ان احنا ان شاء الله قريبين من البطوله جدا.